على وقع إصرار رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني على إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد مرور 6 أشهر على تشكيلها. بدت حالة التذمر واضحة خلف الكواليس وداخل أروقة السياسة، حيث اعتبرت قيادات تحالف إدارة الدولة أن السوداني بدأ بتحدي القوى التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة عبر إصراره على إجراء التعديل الوزاري دون الرجوع إليها. وهذا التغيير طبيعي وقانوني ودستوري. عندما ينظر رئيس وزراء أنه المنهج الوزاري تلكأ من قبل بعض الوزراء في داخل مجلس الوزراء، فلا بد عن رئيس الوزراء أن يدور على عملية النجاح، فلا بد أن يتخذ قرار بالتغيير وإجراء تعديل وزاري. الكتل ربما تحترض، لكن الكتل ملزمة أمام الشعب أن تنجح هذه الحكومة. الكتل منذ اليوم الأول قالت أن شعار أن هذه الحكومة هو النجاح، فبالتالي تلزم الكتل بالاستجابة للسيد رئيس الوزراء بتغيير الوزراء. السوداني الذي أكد أن مهمته السياسية تكمن في كيفية إعادة ثقة الناس بالنظام السياسي يبدو قادرا على وضع الطبقة السياسية وزعاماتها أمام مسؤولياتها، عندما أعلن في تصريحات متلفزة مؤخرا أنه سيكشف للرأي العام عن أسماء زعماء الأحزاب والكتل النيابية التي ستمتنع عن التصويت على التعديل الوزاري. السيد السوداني وصرح في وسائل الإعلام بأن هذا التغيير هو خاضع لاتفاق سياسي قبيل تسلم رئاسة الوزراء، وبالتالي هو الاتفاق الذي يحكم ما بينهم وبين الكتل السياسية التي ممكن أن تتدخل في خيارات السيد السوداني في تغيير الوزير الذي يرفق في مهمته. إذن أنا أعتقد بأن الآن هنالك دعم من قبل كل القوى السياسية للسيد السوداني. من جانبهم فإن عددا من الوزراء بدأوا حركة غير اعتيادية تتمثل في زيارات ميدانية لدوائر وزاراتهم، أما مستقلين سيارات أجرة بسيطة بدلا من مواكبهم التي تتكون عادة من عشرات السيارات المضللة، أو متنكرين لكي يفاجئوا موظفيهم غير القادرين على تأدية أعمالهم. التعديل الوزاري وتغيير المحافظين الذين ينتمون للتيار الصدري قد يشعل فتيل أزمة جديدة في العراق، ربما تؤدي إلى الإطاحة بحكومة السوداني كما يرى بعض المراقبين. هنا لقناة اليوم من بغداد، حوراء كريم.